السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل بتوجيه من السودان. العمليات المشتركة تضع خطة منهجية لحصر السلاح بيد الدولة. أوضحت قيادة العمليات المشتركة اليوم الأحد إجراءاتها في حصر السلاح بيد الدولة والسيطرة على النزاعات العشائرية، فيما أكد تطبيق خطة منهجية بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد الشياع السوداني. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية إن قيادة العمليات المشتركة تعمل مع الوزارات والقوات الأمنية في ملف حصر السلاح بيد الدولة. وأضاف إن توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تؤكد على وجوب إيقاف هذه الظاهرة ضمن خطة منهجية بالتعاون بين الوزارات ووجهاء وشيوخ العشائر لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع استخدام السلاح خارج نطاق الدولة، وتفعيل مذكرات إبقاء القبض على كل من يستخدم السلاح.